يقول: أسأل عن حديث معناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: فلان حب رسول الله وريحانته. فلان حب رسول الله، هذا زيد، هذا أسامة بن زيد رضي الله عنه، هو حب رسول الله، هو أبوه زيد بن حارثة. نعم، زيد بن حارثة وابنه أسامة كل منهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ريحانة الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، فهو الحسن بن علي رضي الله عنه والحسين بن علي رضي الله عنهما، سبط الرسول صلى الله عليه وسلم وريحانته. نعم.